السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله نعمل كيكة التايجر بطريقة بسيطة جدا. أتمنى اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك معنا في القناة ويفعل الجرس، وشكرا لكم. النهاردة إن شاء الله هعملها بطريقة بسيطة، مش هحط فيها كاكاو، هعملها بطعم جميل جدا ومختلفة، وببيضتين بس وهشة وجميلة جدا جدا. هنبتدي إن شاء الله بالمقادير. بسم الله. اول حاجه معايا 2 بيضه وكوبايه لبن وكوبايه ربع زيت وكوبايه سكر ومعلقه كبيره بيكنج باودر، ومعايا الفانيليا طبعا، والدقيق معايا كوبايه ونص. كل المقادير بتاعتي هحطها في الخلاط ما عدا الدقيق والبيكنج باودر، دول هحطهم في الاخر. هبتدي احطهم كلهم واضربهم وقت بسيط جدا، دقيقة، حوالي دقيقة. مجرد ما السكر يدوب هتبص تلاقيها كده بقت ايه، دخل جواها هوا. هوريها لك دلوقتي ان شاء الله. اللبن والزيت السكر طبعا الفانيليا والبيض ومعلقة خل عشان تديكي هشاشة كويسة في الكيك بتاعتك، هي مهمة طبعا. لو ما عندكيش خل او ما بتحبهوش في الكيكة ممكن تحطي عصير ليمونة. بعد كده بقى بتحطيها بتشغليه وبتسيبيه حوالي دقيقتين شغال الخلاط لغاية ما تبص تلاقيه دابت خالص ودخل فيها هوا وبقت هشة جدا الخليط ده. طبعا لو حابه تحطي الدقيق اوكي، بس انا بفضل احط الدقيق بره عشان اقلب براحتي بالمضرب اليدوي. بصي بقى الخليط جميل جدا جدا وناعم بقى وما فيهوش اي حاجه ما دابتش، كله داب. مجرد ما شغلت الخلاط كل حاجه دابت. بعد كده ببتدي احط الدقيق، والدقيق بحط عليه معلقه البيكنج باودر وبقلبهم كويس. وبعد كده ابتدي بقى انخلهم عشان يدخلوا هوا طبعا. لو حابة تنخليه اكتر من مرة كل ده بيدي دخل هوا في الكيكة بتاعتك وبتخليها هشة وجميلة جدا جدا. بتحطي بقى الكمية كلها كده وهتبتدي تقلبيها بالمضرب اليدوي لغاية ما الدقيق يختفي تماما معاكي، وكمان في رشة ملح كمان على الدقيق بسيطة جدا جدا بين صوابعك. مجرد ما الدقيق يختفي بقى ببتدي اقسمها في طبقين علشان خاطر ان انا هحط على واحدة منهم المكونات بتاعتي، ادي دي لون ودي لأ. طبعا بيبقى طعمها حلو قوي قوي والولاد بيحبوها جدا. احنا متعودين نعملها بالكاكاو، بس المرة دي انا مش هعملها بالكاكاو، هعملها بحاجة مختلفة هتديني طعم ولون، هتديني طعم مختلف، انما اللون هيبقى عادي زي الكاكاو. حاولي بقى تقسميهم الاتنين قد بعض على قد ما تقدري. بعد كده معايا معلقتين صغيرين مليانين بن ونص، معلقتين ونص صغيرين اللي هي معلقة الشاي يعني. ببتدي احط مية مغلية عليهم في الفنجان كده زي ما انت شايفة او في كوباية، وتدوبيه كويس جدا علشان يدينا لون وطعم في الكيكة بتاعتك. كل ما تحطي يعني كل ما تحطيه يكون بيغلي، المية تكون بتغلي عشان تدوبي البن كويس جدا. بصي ما تخليش فيه اي تكتلات على قد ما تقدري. هو اوكي هيدوب معانا في الكيكة وكل حاجة، بس انا بأكد عليه وفي نفس الوقت عشان يديكي اعلى طعم واعلى ايه واعلى لون. انما لو حطيتيه زي كاكاو من غير ما تحطيه في ميه ممكن ما يديكيش نفس النتيجه المطلوبه يعني. وابتدي اقلب بقى. بصي هيبتدي بقى ايه يدوب معايا في الكيكه زي الكاكاو عادي جدا جدا. بتدوبيه بقى كويس قوي على قد ما تقدري. وبعد كده بكون مجهزه الصينيه دهنها زيت ورشه عليها رشه دقيق عشان الكيكه ما تلزقش مني لما ادخلها الفرن بالشكل ده. ببتدي بقى احط ايه، اما انا جايبه مغرفه حطاها في الكيكه البيضه
ومغرفة تانية حطها في الكيكة البني، بحط مغرفة من هنا ومغرفة من هنا، او معلقة من هنا ومعلقة من هنا، وكله في النص طبعا زي ما انتي شايفة، واحدة بيضة وواحدة بني، طعمها حلو جدا جدا. مش عايزة اقولك البن عامل فيها شغل عالي فعلا، يعني الناس اللي بتحب القهوة جميلة جدا جدا ومناسبة ليهم جدا جدا. وفي الاخر بعد ما بتخلصي بقى بتحاولي تخليها في النص على قد ما تقدري، لان هي احيانا بتموج معاكي يمين وشمال، بس احنا دايما بنحط فوق اخر واحدة، اخر معلقة احنا حطيناها او اخر مغرفة بحط عليها، حتى لو سحبت مننا يمين او شمال، وتحاولي طول الوقت تظبطي الصينية يعني. وبعد كده بدخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد نص ساعة على الرف اللي في النص والمروحة تكون شغالة. وعايزة اقولك انك ما تستعجليش عليها، نص ساعة يعني نص ساعة بتجربيها طبعا بطرف السكينة او بخلة سنان في النص كده. وفي حاجة كمان، لو حابة تديها شكل برضو بتديها شكل، عشان الموضوع ده مشهور جدا في الكيكة التايجر، انما انا حبيتها تفضل زي ما هي. طبعا لازم الفرن يكون شغال من الاول ويكون سخن، لو دخلتيه على فرن لسه مشغلات هيديكي نتيجة وحشة طبعا، مش هتديكي النتيجة اللي احنا مستنيينها. وعايزة اقولك كمان ان معلقة الخل مهمة جدا، عشان دي بتعتبر محسن خبز، بتحسن الكيك بتاعتك، محسن كيك. دلوقتي بقى بعد ما طلعت معانا جميلة جدا، ما شاء الله ما شاء الله، جميلة جدا وهشة وطعمها رائع. طبعا مش عايزة اقولك قد ايه البن مغير في طعمها ومديكي نتيجة جديدة تماما، وفعلا فعلا اضافة مختلفة عملت نتيجة هايلة. طبعا دي هتبقى روعة بالنسبة للناس اللي بتحب البن، او بمعنى تاني اللي بتحب القهوة، يعني بتحب شرب القهوة. في ناس بتقعد يعني عشاق القهوة دول، يعني مدمنين عليها حاجة زي كده، هتجيب معهم ايه يعني. بصي بقى هشة وجميلة ازاي، وشكلها جميل جدا وشيك. وزي ما بقولك لو حبيتي بقى تعمليها بطرف سكينة او بخلة سنان كده، تعملي لها اشكال تموجات زيادة، انما انا حبيت ده يبقى شكلها تحفة تحفة يعني. هي قعدت بقى نص ساعة وجربتها قبل ما طلعها طبعا، وعشان الناس اللي هي بتيجي تطلع الكيكة مش بتعرف تطلعها سليمة وتفرول منها وكده، استني لما تبرد عشان تعرفي تطلعيها من الصينية، ويادوب كده بطرف المعلقة بطرف السكينة زقها زقة بسيطة جدا هتخرج معاكي بمنتهى السهولة. واوقات من غير استخدام حاجة هتقلبيها هتتقلب معاكي بمنتهى السهولة. انت شايفة انا ما حطيتش ورق زبدة ولا حاجة، وكلها حاجات موجودة يعني. وفي نهاية الفيديو احب اشكركم جدا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك، وشكرا ليكم والسلام عليكم.